لازم ياخدوا دورات تدريبيه. الهدف منهم ايه؟ طبعا مكافحه الفساد، وده مهم جدا اكيد مفيش شك، يعني محدش يعترض على ده، لكن مش مكافحه الفساد تطغى على تشجيع المستثمر انه يجي يشتغل معاك. اللي كان منشط البورصه في 2004 و2005 انه كان فيها، كان في ريتيل جامد قوي شغال، انت حضرتك كنت بتمشي في الشارع تقعد على القهوه كل واحد بيكلم اشتريت السهم الفلاني بعت السهم الفلاني، كل البلد شغاله، خدت بال حضرتك على البورصه والمضاربه. النهارده ما حدش كله بعد، ليه؟ لان عنده اداه امنه بيحط فيها فلوسه. المستثمر اللي هو مدخر بدل ما يدخر فلوسه في البورصه بيدخرها النهارده في ودائع في البنوك بتدر عليه 18% بدون وجع دماغ، ولا زي ما كانت بتقول الاعلان بتاع ولا ضرائب ولا حجوزات زي زمان، حط فلوسه ب 18% زيرو ريسك، ايه اللي هيخليه يروح يضارب في البورصه المصريه؟